القردة أو هيك يعني، بس ما في حدا طلع خطأ. حد صعبك الأسئلة، أنت شطورة شكلك ولا شلفتيها هيك؟ لا هيك متعودة بالفحص تشلفي إجاباتك. لا لا الثاني، الخيار الثاني يعني. كيفك؟ تمام. عارفيني عن اسمك؟ أنا أريج. أريج. إيه. أريج شو دارسة؟ أنا دارس تربية معلم صف. حلو، برافو. أي سنة؟ ثالثة. آه حلو، والله مبين عليكي. طيب أوكي، شطورة يعني. يعني طيب، رح أنا أسألك 3 أسئلة. رابع سؤال هو سؤال مفتاح يلي أنت لازم تعرفي جوابه الصحيح. هو مثل بيجي لغز أو شيء، أنت لازم تكوني هيك يعني دقيقات الملاحظة لحتى تعرفي، أو بتخسري كل شيء ربحتي. تمام. طيب بدي أسألك أول شيء، ما هو أعلى جبل في العالم؟ هل هو جبل إيفرست ولا كي ولا ماكلو؟ إيفرست. 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 متأكدة؟ متأكدة يعني خلص جواب نهائي؟ إيه. برافو، صح. هي أول إجابة صحيحة. طيب سؤال تاني مثلاً، صعب لك الأسئلة ما أنت شطورة شكلك. طيب شو هو الغاز الحيوي؟ هل هو غاز ناتج عن تحليل النبات والحيوان مع بعض، ولا هو ناتج بيجمع غازين مع بعض؟ أي خيار أنت برأيك؟ أول خيار شو؟ هو تحليل نبات وحيوان مع بعض بيطلع عنا غاز معين، أو هو اختلاط غازين مع بعض بس هنسونا أكسيد الكربون والأكسجين مثلا، عرفتي؟ هيك. شو الخيار الصح؟ هلا لا لا الثاني، الخيار الثاني يعني. هو أزبط. جمع غازين ايه؟ مع بعض، هاي الغاز الحيوي. اي طيب اوكي، صحيحة الإجابة، برافو. طيب يا أريج، شو نسألك كمان؟ بدنا نسألك شو هو متوسط ملوحة المياه بالبحار؟ بدي أعطيك نسب 5.5% ولا 5.7% ولا 4.9%؟ 5.7 و 4.9 وشو لسا؟ 5.5 ولا 4.5 ولا 4.9؟ 4.9. 4.9؟ نسبة الملوحة. متأكدة يعني؟ يعني عندك معلومات نسبة الملوحة وهدول القصص؟ يعني ولا شلفتيها هيك؟ لا انت متعودة بالفحص تشلفي إجاباتك هيك؟ أتمتي إيه زيادة عنك. كلنا هيك والله. صحيحة، برافو. يلا إن شاء الله كمان تكوني بالفحص عم تشلفي صح. إن شاء الله. طيب بدي أسألك هلا، ضل معنا سألتك سؤالين، ضل معنا سؤالين. طيب تعرفي شو هو الحيوان الأول يلي هو طلع على الفضاء؟ هو القطة ولا العصفور ولا الدجاجة؟ ولا واحد. ليه؟ ليش ولا واحد؟ هاي الخيارات. ولا واحد. ليش؟ ليش ولا واحد؟ قربي شوي ممكن. ولا واحد طلع على مين قال لك؟ طيب هي بأفلام الكرتون كانوا يحكي انه او هيك شيء، انه القردة او هيك يعني، بس ما في حدا طلع يعني. ما في؟ لا الانسان طلع. طيب ايه طلع في اول مركبة كأنه حط. بس هي معلومة جديدة انه في طلعوا حيوان على الكلب. على الكلب على الفضاء. ما بعرف يعني، ما أنا ولا مرة سمعانيت. انا واني هون ولا مرة سمعتي؟ كيفك؟ أريجة تحمسي شبك والله من عسل. طيب عصفور؟ لا مو العصفور، القطة. طيب لا 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 القطة، العصفور، الدجاجة، ولا واحدة. اختاري واحدة. بلكي بلكي شلفي اختي انت. مش بتعرفي؟ طب ما في كل ما سبق خطأ؟ لا دي او شيء. ما في. لا قطة. خلص القطة هي الجواب. هي صح 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 صح، برافو. طيب احذري شوي يا أريج، اخر سؤال بدك تركزي لي فيه. طبعا. اوكي بدي اسالك عن اسم صغير النمل. انت سمعانه صغير النمل؟ زر او ما بعرف هيك تلفظ. معلومات عامه يعني. بالله انت بتعرفي شفتيها؟ ولا تنقلتيها منها؟ لا معلومات عامه. عن جد؟ عن جد؟ ايه. ولا انا شاطره؟ لا مو شاطره، لا خطا خطا. لا ما اسمه زر. لكان منين؟ شو زر؟ زر شو يعني؟ زر شو؟ ذر ما بعرف شو هيك يعني. خطأ 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 خطأ. طيب ايه شو يعني ممكن يكون صغير النمل؟ صغير النمل نمولة مثلا هيك قصة. ده مو نمولة.
لا هلا ما بعرف يعني. شو برجك انت طيب؟ انا الحمل. الحمل عن جد انت حمل وديع وكثير هادية يا اريج. كثير عم يمر عالم. تفضلي هون، اهلا وسهلا. خطا طيب. خطا. طب انا زعلت انه انا بدي ربحك بس انت خسرتي كل شيء ربحتيه، يعني ليش؟ ليش هيك روحتي على حالك؟ حلوة التجربة. حلوة التجربة. برافو، تجربة حلوة. طيب اوكي. خسرتي انت. تمام. كثير كثير هدوء، كثير هدوء. عادي عادي، أول مرة كمان أنا بعمل مقابلة. طيب شكرا كثير لك أريج، أنت خسرتي يعني، أنا حبيت ربحك بس ولا يهمك. ما عرفتي شو اسم صغير النمل، يعني لازم تعرفي. معلومة مهمة هي. شو اسم طيب؟ ما فيني أقول لك. يعني؟ تحفظا على المعلومات نحن ما نحب. إيه طيب ماشي. في جمهور عرفتي هلا إذا قلت لك بيعرفوا قام شو بتنقلي. إيه. عرفتي؟ طيب ولا يهمك. شكرا. هلا. أريج. مرحبا. اهلا كيفك؟ تمام. في مقابلة ثانية؟ مقابلة ثانية بنجدد بس لو سمحتوا. بدنا نجدد. اريج احذري شو، انت كثير حدا مهضوم، كثير حدا هيك رايق وهادي يعني فظيعة، فانه انت ربحتي معنا جائزة. انا عم بمزح معك، وكل هذه المعلومات خطا وكله حكيناها خطا وكل شيء ما له طعمة وكل شيء فظيعة. لسه ما حدا طلع يعني، بس انه اوكي كل شيء لا الاسئلة الاجوبة وكل شيء، بس انت ربحتي. اوكي سلم عليك. شكرا لك. انبسطتي معنا بالمقابلة؟ تمام شكرا لكم. انبسطتي يعني؟ ايه اوكي شكرا. باي اريج. مرحبا كيفك؟ عرفني عن اسمك. الحمد لله اسمي صالح. صالح. صالح انت اي صف؟ 11. برافو شطور انت؟ الحمد لله. طيب اوكي صالح، اليوم بدي اسالك اسئله، اذا عرفتها رح تربح، اذا ما عرفتها رح تخسر. اوكي بس مو كل الاسئله، اخر سؤال هو السؤال المفتاح اللي هو فيه اللغز، يعني انت لازم تعرفه. اوكي طيب رح اسالك اول شيء، ما هي اكبر قاره بالعالم من حيث المساحه؟ اوكي قاره امريكا ولا افريقيا ولا اوروبا؟ اوروبا. اوروبا انت هيك برايك؟ متاكد يعني؟ يمكن يعني شو ثبت الاجابه؟ مثبت. ثبت الاجابه. اوكي صحيحه برافو، اوروبا هي اكبر قاره بالمساحه. طيب طيب بتعرف مين اول حيوان طلع عن الفضاء، القطه ولا الفاره ولا الدجاجه؟ ولا واحد منهم. يا ليش ولا واحد منهم؟ انا بعرف الكلب. الكلب؟ والله انه انك انه انه لا انه غلط. لا خطا. مين قال لك انه الكلب؟ هيك بعرف. مين قال لك؟ ما حدا قال لي. اشاعات مغرضه. لا خطا. كان جاعد الاجابه. شو جاعد الاجابات؟ ايه القطه ولا الدجاجه ولا العصفور؟ القطه. القطه. ليش قلت القطه؟ حسب الاجابات اللي اعطيتيني اياهم. برافو عليك. صح صح برافو. طيب احزور شو بدي اسالك. تفضل. تعرف شو بدي اسالك؟ شو بدي اعرفني؟ طب مين اطول حيوان عنده رقبه، يعني رقبته كثير طويله، الفهد ولا الاسد ولا الحمار؟ ولا واحد منهم. الزرافه. ليش عم يعطيني اجابات مغايره للاجابات اللي عندي؟ شو هاد؟ من انت بتجيب معلوماتك؟ اجباري لانه من اي سوق؟ ما في ولا شيء. ما في؟ انت بتشتري معلوماتك من غير محل بتشتري معلوماتك؟ يمكن يمكن المحل من اي غلط. عن جد شو اسمه انستاك؟ هلا انسي معنا استاذ. بالله شو اسمه؟ محمد البقاعي. ما تقلي اسمه. عم بمزح معك. طيب اوكي حزور شو؟ شو قلت لي انت؟ الزرافة. الزرافة خطأ، ما في خيار الزرافة. صح. الفهد ولا الأسد ولا الحمار؟ يلا الحمار. عم تسب؟ لا. برافو عليك. برافو صح. ليش خايف انت طيب؟ لا ما لا خايف، لأنه الإجابات اللي عم تعطيني هون غريبة. غريبة صح، نحن لأنه كل شيء غريب نحن بنحب نكون غرباء عن الآخرين ونكون بس خلص. صفق لي إذا بتحب. شكرا. احزر شو؟ شو؟ هلا وصلنا للسؤال الأخير. طبعا. ماشي؟ طيب بدي أسألك السؤال الأخير يا حزرك. شو بدي أسألك؟ تعرف شو لون نبات قصب السكر؟ أخضر. في أخضر وأبيض. أخضر وأبيض؟ شو لك؟ من وين تشتري أنت؟ من أي محل؟ قلت لك المحل غلط. كمان قصب السكر غلط. طيب أوكي. يلا بسرعة معنا 10 ثواني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أخضر. خسرت. باي. طيب شكرا. بس رجع.
رجعت ما قلت لك رجعت. هني على الولي. مين قال لك؟ مين قال لك هذا؟ اي هو ما ترد علي. زور شو انا عم بمزح معك وانا كثير تغلست عليك انا لا. اسفه يعني بس انه هيك نحن عم نضحك ونمزح والجو حلو ولذيذ وكل هالشيء فهي جائزه مقدمه من تي في لإلك وما تزعل لا عادي اوكي شكرا انبسطت معنا بالبرنامج منيح منيح ماشي حالك تمام ماشي شكرا اهلا وسهلا باي يسلموا